انعزالهم عن العالم الخارجي لا يجنب نزلاء وموظفي المؤسسات السجنية من خطر الإصابة بوباء كورونا، فقد تشكل هذه الوحدات بؤرة لانتشار الوباء في حال التهاون تجاه التدابير الوقائية الأساسية، وضعية تحتم معها بذل مزيد من الجهود للتحكم في المصادر المحتملة لنقل العدوى إلى الوسط السجني. الطاقم الطبي يقوم بواحد الجولة تفقدية باستمرار لمختلف مرافق المؤسسة من أجل قياس درجة الحرارة للسجناء والموظفين، وكذلك من أجل تفادي تحرك ديال السجناء من أماكن الإيواء ديالهم من المسحاق. هاد الموظفين اللي دخلوا في واحد الحجر صحي، حجر صحي داخل المؤسسة، حيث تم تقسيم ولا توزيع موظفين إلى فوجين، فوجي كل فوج يعمل لمدة 15 يوما قابلة للتمديد، يعني لمدة أسبوعين قابلة للتمديد. من بعد قبل ما كيلتحقوا الموظفين بالمؤسسة كيخضعوا واحد الفحص مخباري، وهاد الموظفين اللي في الحجر تم يعني توفرت لهم جميع الوسائل اللوجستيكية، من تغذية، من أغطية، من وسائل ديال النظافة، من كل شيء، من أي شيء ممكن يحتاج له الموظف داخل هذه الفترة هذه، وكانوا حتى جاوب تما ديالهم كبير وتما مضحين في هذه العملية. انخراط ملحوظ أبان عليه النزلاء في الالتزام بالتدابير الاحترازية من خلال انضمامهم في جهود مكافحة الوباء عن طريق إنتاج أقنعة واقية، خطوة تروم سد احتياجات النزلاء والموظفين ومساهمتهم في الجهود الوطنية لمكافحة الجائحة. لا يوجد غنبقاو مريحين في الشومبرات ديالنا، كنجيو نحاولوا ندوزوا الوقت ونستافدوا ونعاونوا الناس ديالنا على بغاء اننا نوجدوا لهم كمامات ونحاولوا نساهموا معاهم حتى حنا في الصنع ديالها، وعندنا واحد الأجر على العمل اللي كان أديه داخل السجن عكاشة. وقد كانت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج قد اتخذت جملة من الإجراءات الوقائية منذ بداية تفشي الوباء، إجراءات شملت تعليق الزيارة العائلية وتوقيف الأنشطة الجماعية وتخصيص أجنحة معزولة لإيواء المعتقلين الجدد وإخضاعهم للحجر الصحي لمدة 14 يوما، كما تم منع إخراج المعتقلين إلى مختلف محاكم المملكة والتنسيق مع السلطة القضائية المختصة بخصوص عقد الجلسات عن بعد.